سريعة جدا وترجمة إشارة. سنة تانية جامعة كلية التربية النوعية في جامعة جنوب الوادي. اتعرفت على الصم والبكم في سنة أولى. كنت داخلة الجامعة كان عندي سنة واحدة صاحبتي مترجمة إشارة كنت عرفتها من زمان من حوالي 5 سنين أو كده، فأكيد مش من بداية الخمس سنين اتعلمت لغة الإشارة، لأ أنا خدت بتاع حوالي سنة كاملة كده مش عارفة إشارة، وكنت بفضل أتفرج عليها وأشوفها بتشتغل إزاي لحد ما اتعلمت الإشارة منها، وكمان كانت بتساعدني بإنها عرفتني على أصحابها الصم والبكم، والموضوع ده ساعدني جدا يعني. وأول ما دخلت الجامعة اتعرفت على الصم والبكم، كنت حابة إن أنا أتعرف عليهم فتعرفت عليهم وبقينا صحاب جدا يعني. انا مش بحس ان انا محتاجه ابقى متكلفه او شخصيه رسميه في ان انا اتعامل معاهم، لا هم اصحابي يعني، اصحابي جدا وبيساعدوني، وكمان هم شالوا حاجز الخوف اللي ما بيننا، هم اللي ادوني فرصه ان انا ابقى صاحبتهم كده. ومش بس في الجامعه يعني، انا مثلا لو عندي مثلا اي حاجه بره الجامعه هم كانوا بيساعدوني ودايما معايا، ودايما بيقولوا لي لو احتجت اي حاجه قولنا. ولما بنخلص احنا معانا مبادره الايام دي، فما بنخلص هم بيوصلوني لحد المحطه، وما بيرضوش يروحوا غير لما اركب القطر ويطمنوا كده. فهم مش يعني، هو الموضوع بالنسبه لي مش صعب لان احنا اصحاب يعني، بعيدا عن الترجمه فاحنا اصحاب. طب انت ايه الحاجات اللي بتساعديهم فيها يعني، شايفه نفسك بتقدر تساعديهم فيها؟ هم لو احتاجوا ترجمه في اي وقت في الجامعه بتكون موجوده معاهم. طيب عددهم يعني كام بالظبط؟ الجامعه سنه اولى السنه دي 4، انا سنه ثانيه، وسنه ثانيه 8، وسنه ثالثه حوالي 10، حوالي 10، وسنه رابعه 3. اول دفعه تدخل الجامعه صم وبكم حاليا سنه رابعه. انت شايفه موضوع يعني الاعاقه السمعيه بيأثر عليهم ولا هم بيشتغلوا شغل عادي يمكن افضل من ما بيأثرش خالص؟ بالعكس، دول هم اشخاص طبيعيين زيهم زينا، بس الفرق انهم فاقدين حاسه السمع بس مش اكتر. ويعني زي ما بيقول لك ربنا بيعوض يعني، هو عادل، فاكيد زي ما اخذ منهم حاجه فمعوضهم في حاجه تانية. هم بالعكس دول هم متفوقين ومتميزين جدا في الجامعه، ودايما شغلهم بيبقى مبهر وبياخد امتيازات.